بنحاول دايما مع حضراتكم في الحقيقة ان احنا نشوف اخر الانشطة الخاصة بوزارة الثقافة وايضا يعني المجلس الاعلى للثقافة وايه اخبار المسرح. المسرح تحديدا في فترة من الفترات تغيب دوره بشكل كبير في مصر، لكن دلوقتي بقى في ادراك لنقطة الضعف اللي كانت موجودة قبل كده، وبدأنا ان احنا نشوف يبقى في اندماج كبير جدا والعودة مرة تانية للمسرح والشباب وتوجيه طاقتهم للمسرح. المجلس الأعلى للثقافة أطلق مسابقة جديدة تحت عنوان مسرح يجدد الحياة في فرعين أساسيين، الأول في التأليف المسرحي، دورة الكاتب المسرحي والشاعر الراحل عبد الرحمن الشرقاوي، والتاني في الدراسات النقدية، دورة الدكتور فوزي فهمي. ومن المقرر أن ينتهي التقديم للمسابقة 5 مايو الموافق إن شاء الله بكرة الأربعاء. طيب احنا محتاجين ان احنا نعرف التفاصيل دي من الدكتورة غادة طوسن، رئيسة الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة. يا دكتورة غادة تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا، مساء الخير استاذه. مساء النور. لو حضرتك تكلمينا يعني عن المسابقه واختيار العنوان، الحقيقه مسرح يجدد الحياه يعني، وكمان المسابقه دي هي مستحدثه السنه دي، فمحتاجين ان احنا نعرف تفاصيلها ايه من حضرتك واختيار الاسم الحقيقه. طيب يعني اسمحي لي الحقيقه فعجاله واختصار شديد جدا اجاوب بس عن السؤال بشكل اكثر شمولا من مباشرة الإجابة عني علشان أقدر أوضح المسابقة مقدمة في أي إطار. الحقيقة أن وزارة الثقافة من وقت إعلان استراتيجية التنمية المستدامة العالمية والتصديق عليها، ثم انطلاق رؤية مصر 2030، بكل قطاعات وزارة الثقافة بما فيها المجلس الأعلى للثقافة الحقيقة دي مرتبطة تسير في اتجاه اساسي هو تحقيق اهداف استراتيجيه مصر 2030 وبالذات محور الثقافه فيها. وبالتالي من المنطلق ده بدات تحت نظامه المجلس الاعلى للثقافه تحت رعايه السيده الوزيره الدكتوره ايناس عبد الكريم، امانه المجلس الدكتور هشام عزمي، تنطلق المسابقات اللي بتمشي في احد مسارات تحقيق الاهداف الاستراتيجيه دي، وهي اكتشاف ورعايه الموهوبين والمبدعين في مجالات مختلفه. كان احد المسابقات اللي انطلقت للحقيقه بدات نشاطها من يوليو الماضي 2020، ده اللي هي بدايه نشاط المسابقات الخاصه بعام 21، مع المسابقه الخاصه بالاديبه والسياسيه البارزه سهيل القلماوي أطفال القصة والرسم، تلاها بعد كده مسابقة في مارس مسابقة الأديب الروائي العالمي نجيب محفوظ، ومن بداية شهر أبريل بدأت تتوالى مسابقات أخرى من لجان المجلس الأعلى للثقافة، اللي كان من بينها المسابقة اللي تقدمت بيها لجنة المسرح اللي بعنوان المسرح يجدد الحياة. وأما بشكل خاص بقى عن المسابقة دي تحديدا، فده جه تزامن ومرتبط مع احتفاء لجنة المسرح في العالم كله باليوم العالمي للمسرح اللي كان موافق ل 27 مارس الماضي. والحقيقة إن لجنة المسرح كان عندها أكثر من ابتكار غير تقديم المسابقة اللي أثارت الانتباه والإعجاب في نفس الوقت اهتمها بالمسرح وقيمته والرسالة اللي عايزة توصلها من وراها. الابتكار كان متمثل في استلهامها لاسم مسرحية من أقدم نصوص المسرح الإغريقي القديم اللي هي سبعة ضد طيبة، وتقدمت بيها بعنوان سبعة من أجل طيبة. واستلهام العنوان ده الحقيقة كان في استلهام لنشاط آخر أو هدف آخر تقوم به المجلس الأعلى للثقافة من خلال لجنة المسرح، هي فكرة التعاون والتشارك بين قطاعات وزارة الثقافة كلها في السير افقا في تحقيق الهدف اللي هو اكتشاف الموجودين والمبدعين وغيرهم من الاهداف. التيمه بتاعت النشاط ده الحقيقه او سبعه من اجل طيبه كان تشارك سبعه من قطاعات وزاره الثقافه مع بعضها، كل فيما يخص بقى من مجال الاهتمام عشان يقدم محتوى للمسرح. والهدف كان من ده هيك عودة لإحياء المسرح قبل الفنون،
وازاي يقدر يعمل النقطه دي مهمه قوي قوي يا دكتوره غاده، لان اكيد حضرتك يعني مش جديده في المجال، واكيد عارفه كويس قوي ان في فتره من الفترات كان في ضعف في الانتاج المسرحي والاهتمام بهذا المجال في القطاع ده تحديدا، وان احنا عندنا كوادر وعندنا ادوات، بس للاسف مش لاقيين الامكانيات او مش لاقيين بالمعنى الادق الفرصه او تبني يعني الوزاره بشكل كبير لهذه العروض. كون ان في ادراك لهذه النقطه، نقطه الضعف زي ما اشرت في المقدمه، ويبدا ان يبقى في مسابقات وفي شروط وفي فئات مستهدفه وفي نصوص وفي نقد كمان وثقافه النقد كمان لازم تكون موجوده، الحاجات دي كلها ازاي اشتغلتوا عليها؟ ازاي قدرتوا ان انتوا تبداوا ان انتوا تدركوا المشكله وتبداوا ان انتوا تحلوها؟ هرجع تاني اتكلم على منظومه عمل الاختصاص الرئيسي للجان المجلس الأعلى للثقافة. زي ما هو معروف هو تقديم رؤية واستراتيجية وسياسة ثقافية لمصر كلها. فالحقيقة بعد ما تم رسم استراتيجية عامة بتحكم العمل لكل قطاعات تحت وزارة الثقافة، أصبح هم اللجان دلوقتي هو وضع تقارير عن الحالة الثقافية، نكتشف فيها مكامن القوة ومفاصل ضعف، ونبتدي نشتغل عليها، ونبتدي نقيم بشكل متوالي ومستمر احنا فين وواقفين فين وازاي نقدر نعالج نقاط الضعف دي. وزي ما قلت لحضرتك في البداية ان الهدف الواحد بيسير عليه كل قطاعات وزارة الثقافة بشكل افقي. يعني لما اخد مثلا قطاع زي اكتشاف الموهوبين والمبدعين، كله في نطاق اختصاصه بيبتدي يؤدي دوره علشان يغطي نقاط الضعف ويعلي نقاط القوه دي. فانا كمجلس اعلى للثقافه بقدم من خلال المسابقات القاء الضوء على الموهوبين المبدعين، واحفزهم من خلال جوائزهم اللي بيمنحوها من الفائزين اللي فيهم. ببتدي اتواصل مع قطاعات وزاره الثقافه الاخرى عشان ابتدي بعد فوزي اشوف ازاي نقدر نستفيد من مواهبهم. الحقيقه بيحضرني هنا مقوله دايما في الاحتفال باليوم العالمي للمسرح بيختاروا شخصيه مؤثره ومشهوره في المجال المسرحي علشان تلقي كلمه العام للعالم كله عن المسرح وتاثيره. في سنه 2015 احد الشخصيات الشهيره وكان مخرج بولندي الحقيقه قال جمله جميله جدا، قال ان اكتشاف الاساتذه الحقيقيين للمسرح، وانا يمكن عايزه اضيف عليه اللي هي الفنون بشكل عام، امر سهل للغايه، ولكن بشرط ان نذهب للبحث عنهم خارج خشبه المسرح. الحقيقه ان المجلس الاعلى للثقافه من خلال دوره الحقيقي اللي بيقوم بيه هو انه يروح للموهوبين، انه يفتح لهم المنافذ اللي يقدروا ان هم ينفذوا من خلالها ويطلعوا ثقافتهم وابداعاتهم. ده حصل ازاي يا دكتوره؟ زي ما قلت لحضرتك الرصد العام للحاله الثقافيه في منطقه معينه. طيب الرصد ده بيتم من خلال فكره المسابقات، يعني زي المسابقه اللي تمت النهارده، ودي محتاجه اتكلم فيها مع حضرتك برضو عشان برضو المشاهد الكريم يعني يبقى فاهم، مسابقه المسرح يجدد الحياه، يعني برضو احنا عايزين نتكلم في خلال او في اطار هذه المسابقه وايه شروطها وازاي برضو يتقدموا فيها، وهل دي من ضمن الخطط اللي حضرتك بتتكلمي فيها ان وزاره الثقافه بتروح للموهوبين طبعا عشان يعني يكتشفوهم؟ طبعا فتح منافذ للموهوبين والمبدعين عشان ينفذوا من خلالها وينطلقوا، مش بس الحقيقه بمنح قيمه الجائزه ولكن باشكال رعايتهم. وده اللي قصدت بيه اني اقول لحضرتك ان الرعايه ما تتوقفش فقط عند ان انا ابرزك واظهرك واقدم لك جائزه، وان كان ده الحقيقه دور مهم جدا ان يشعر بقيمه ما يفعله. قيمته مش بس في الجائزه الماديه، هي قيمته في انه يجد من يرعاه من يبرز موهبته. ده اللي بيقوم بيه المجلس. مسابقه المسرح يجدد حياه تقدمت بيها لجنه المسرح كمقترح لمسابقه بيقدمها المجلس الاعلى للثقافه. بتتقدم فيه فرعين، فرع التاليف المسرحي ده دوره الاديب المؤلف المسرحي الكبير الراحل عبد الرحمن الشرقاوي بمناسبه مئويه ميلاده،
والفرع الثاني في الدراسات النقديه، ودي دوره الاستاذ الدكتور فوزي فهمي. كان منتظر ان يعني ينتهي تقديم الاعمال في 25 ابريل، ولكن بسبب الاجازات الوطنيه والدينيه اللي علينا يعني الحقيقه الفتره اللي فاتت، كان التفكير ان احنا نمد فتره التقدم بالاعمال لغايه 5/5 اللي هو بكره ان شاء الله. الجائزة بتاعة المسابقة بتمنح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، المركز الأول بقيمة نقدية 15,000 جنيه، والثاني 10,000، والثالث 5,000 جنيه. الشروط الحقيقة بتاعة المسابقة كما علمها كل المتقدمين إلى الآن زي ما هو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية وصفحة المجلس الرئيسية، الحقيقة عديدة لكن أقدر أتكلم منها عن شرطين أساسيين موجودين في كل واحد من الفروع دي. انه بالنسبه للتأليف المسرحي بيتقدم المتقدم بعمل واحد في كل فرع، وانه ما يكونش تقدم بيه على خشبه المسرح في عمل احترافي يعني في اداء احترافي ليه، وانه ما يكونش تقدم بيه لجائزه اخرى، ما كانش منح عنه، ما يكونش منح عنه جائزه اخرى. بيزيد على هذه الشروط في جائزه الدراسات او مسابقه الدراسات النقديه إنه ما يكونش مأخوذ من رسالة علمية أكاديمية يعني منح بيها درجة أكاديمية من قبل. يعني دي أبرز الشروط. طيب لو بنتكلم عن المحافظات المصرية دكتورة غادة، يعني طبعا احنا قبل كده ما كنا بنغطي بعض المسابقات المسرحية برضو تبع وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، الحقيقة كان بيتم الإشادة بشكل كبير من جانب ضيوفي الكرام بإقبال المحافظات المصرية يعني بشكل كبير وشبابها لهذه المسابقات. هل حضرتك برضو في المسابقة دي في إقبال من المحافظات المختلفة ولا الأمر كان مختلف؟ يعني خليني أجاوب على السؤال بشكل مختلف بقى، إن المسابقة حين انطلاقها ما استهدفتش لا قطاع جغرافي محدد ولا حتى قطاع عمري محدد، المفتوحة، وده كان على سبيل تشجيع كل المبدعين، يعني منطلقة من جمهورية مصر العربية كلها، مش بتشترط تخصص أكاديمي في التأليف أو في يعني ما يبقاش متخصص في المجال اللي هو بيتقدم فيه من ناحية دراسية، يعني مش لازم يكون دارس، يعني أنت تحاها للموهوب والمبدع. وبالتالي أنا ما أقدرش يمكن أجاوب بشكل دقيق لأن إحنا لسه ما صنفناش المتقدمين من أي محافظة، لكن هي إحنا فتحها طبعاً وارد إنهم يكونوا متقدمين من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. والحقيقة إن مش بس المسابقة الخاصة بالمسرح اللي إحنا عملنا فيها كده أو تقدم بيها المجلس كده، فكرة التقدم من خلال المحافظات المختلفة لكل المسابقات اللي بيفتحها أو بيعلنها المجلس الأعلى للثقافة حصلت من خلال مسابقات أخرى. يعني قلت في حقيقة إن في شهر أبريل انطلقت وحده 6 مسابقات، في كانت إبداعاتهن الفنانات التشكيليات أقل من 35 سنة، في الصناعات الابداعيه والتنميه الثقافيه، والحقيقه بقى ان هم دول اللي كان بيجوا فيها البنات والسيدات من محافظات مختلفه، يعني من سوهاج كانوا بيجوا يوصلوا شايلين اعمالهم الفنيه حريصين على التقدم للمسابقه. ودي كانت واحده من المسابقات برضو برغم انها كانت ممكن تستهدف قطاع اخر برضو في احد اهداف المجلس تنميته اللي هي المرأة بشكل خاص، يعني الإبداع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، إلا إن كان بيبقى فيه إقبال حقيقي من كل محافظات مصر للتقدم بأعمالهم للمجلس، ودي كانت الحقيقة حاجة مفرحة. طيب ميعاد إن شاء الله إعلان النتائج هتكون إمتى بإذن الله؟ يوم 27 مايو إن شاء الله. يوم 27 مايو. هل في إجراءات معينة هيتم الأخذ في الاعتبار في طبيعة إعلان النتائج؟ وكمان عايز أعرف من حضرتك برضو يعني أنتوا بتعملوا إزاي المرونة، يعني إزاي بتتعاملوا بشكل كبير مع الكوفيد 19 أعراض فيروس كورونا والحالات المنتشرة والإجراءات الاحترازية، إزاي بيتم التعامل مع الظروف الخاصة دي في مرونة برضو أن لازم يكون يبقى فيه مسابقات والتعامل مع كل الظروف الطارئة دي؟ طيب يعني بالنسبة لمرونة التعامل مع المتسابقين واستقبالهم كلهم، الحقيقة أولا في استمارة على موقع المجلس الأعلى للثقافة لكل مسابقة من المسابقات،
المتقدم بيدخل يلاها، بس للأسف بيجي علشان طبيعة أحيانا بعض المسابقات بتستلزم إن هو يسلم أعماله أحيانا المجسمة أو في بعض المسابقات أخرى مش بس في المسرح الحقيقة، فبيضطر إن هو يسافر ويجيب حتى ويجي، فده معناه يكون في استقبال. إزاي بنقدر نحافظ عليهم وعلى أنفسنا الحقيقة؟ إن إحنا في أحد قاعات المجلس الكبيرة بنفتح المواعيد فترة أكبر من مواعيد العمل الرسمية طبعاً للمجلس، علشان يكون ما يبقاش فيه كثافة حضور وتوافد في مواعيد محدد، بيخشوا طبعاً ملتزمين بالإجراءات الاحترازية وبنستقبل أعمالهم. ده بالنسبة لكيفية التقدم. طبعاً بيبقى فيه مجموعة أخرى من الأوراق يجب عليهم هو يقدمها مع الاستمارة اللي بيملاها، وده موجود بشكل تفصيلي على الموقع المجلس، وتقدم بالفعل الناس فاهمين بشكل واضح. بالنسبه لانطلاق المسابقات والاعلان عنها، انا عايزه اقول الحقيقه من رده جرت النافع ان ازمه كوفيد 19 حققت، عايزه اقول يمكن نسبه تفاعل ومشاركه سواء من المتخصصين او من الجمهور العام، وتفاعل مع أنشطة المجلس الثقافة يمكن بشكل أكبر مما كانت عليه قبل كوفيد-19، لأنها أجبرتنا على سرعة التفكير في إزاي تقدر الأنشطة الثقافية توصل للجمهور العام. يعني الحقيقة كانت يعني رغمها بشكل إيجابي أكثر من سلبي، فتحقق في التواصل عبر كل أنشطة المجلس الحقيقة. يعني زي ما احنا بنتكلم دايما إن الحياة ما بتوقفش، الحياة بتبقى فيها قدر من المرونة في التعامل مع الظروف الصعبة اللي احنا العالم كله بيمر بيها الحقيقة، مش مصر بس الحقيقة. لسه برضو زي ما بنقول ان في يعني انجازات بتتم على ارض الواقع، خاصة في هذا المجال، مجال المسرح. طبعا الحقيقة أنا نفسي أتكلم مع حضرتك أكتر يا دكتورة غادة في طبيعة المسابقات والأنشطة اللي موجودة تبع المجلس الأعلى للثقافة، بس كالعادة يعني ضريبة أي حوار هو الوقت، فإن شاء الله يتجدد لقانا في الحلقات اللي جاية ونتكلم أكتر وأكتر عن هذه المسابقات وأهم الأنشطة اللي بتتم على أرض الواقع في المجلس الأعلى للثقافة. دكتورة غادة توسن، رئيسة الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، شكرا جدا لحضرتك على كل هذه المعلومات.